علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين الغزو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو ياسين تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين. مساء الخير يا اطفال، واش راكم؟ راكم مهيلين بهاد الرسومات هادو كامل، راكم فرحانين لكم عند عمو يزيد؟ عجبكم الحال؟ اذا انتم تاني يا اطفال اللي راكم تشاهدوا فينا وحبيتوا تحضروا وتفرحوا كما هاد الاطفال اللي راه معنا، ما عليكم الا تتوجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com بالطريقه التاليه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تسجلوا نطلبوا منكم حاجة صغيرة برك، هي الصبر. الصبر لأن التسجيلات كثيرة وكامل حابين جوا عند عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل. إذن شوية على الصبر وراح نتصلوا بكم باش جوا تفرحوا معنا يا أخي. إذن يا أطفال، في هاد الفترة هذه عندنا يوم مهم، يوم مهم قبل اليوم الأهم، يوم مهم اللي هو يوم 10 ديسمبر منذ سنة 1950، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. عبكم الإنسان عنده حقوق، تعرفوا حقوق الإنسان وش هي؟ الحقوق، شكون يقول لي حكم حقوق الإنسان؟ واسمك بنتي؟ ليليا جعودي. واسمك؟ ليليا. ليليا، أعطينا حكم حقوق الإنسان. حقه في؟ الجنة. في؟ حقه في؟ حقه؟ واسمك؟ في اللعب. صافية، هذه حقوق الطفل، حقه في اللعب. برافو برافو، هذا حق من حقوق الطفل. ولكن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان تعرفوها؟ حقوق الإنسان، الإنسان عنده حقوق، تعرفي حقوق الإنسان؟ قولي لي. واسمك بنتي؟ روان. روان؟ ايه. واش هو حق الانسان اللي تعرفيهم؟ الحريه. الحريه، برافو برافو برافو، خلق الانسان ليكون حرا يا اخي. اذا حقوق الانسان عديده، حقه في الحريه، حقه ان يكون له وطن، حقه ان يكون له، حقه في العداله، حقه في الحريه، حقه يا اخي، حقه في العيش، حقه في الامان، العيش بامان. هناك حقوق عديدة للإنسان لازم نحترمها يا أخي. إذا هذا العام، هذا اليوم هذا منذ سنة 1950، نتوقفوا عند هذا اليوم هذا دائما باش ندوا لما تكون حقوق الإنسان مهضومة. يعني كان بعض الأماكن وين حقوق الإنسان ماهيش محترمة، إذا احنا نتوقفوا هذاك اليوم باش ندوا بهاد الحقوق حتى تكون محترمة يا أخي. لازم نحترموا حقوق الإنسان. والشيء المهم، على بالكم اش عمو يزيد لابس برنوس؟ بالك شفتوا السنيوه اللي راهي هنايا، حصه خاصه ب المولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف. النبوي الشريف، شكون يقدر يقول لي نسبه الى من المولد النبوي الشريف؟ تعرفي واسمك بنتي؟ مرام. مرام، نسبة إلى؟ نسبة إلى رسول صلى الله عليه وسلم. من نسبة لماذا؟ يعني وش وقع في هذاك اليوم؟ نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نسبة لي، تعرفي؟ تعرفي أنت يا؟ ولد فيها، ولد فيه نسبة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي. إذا نسبة لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مفاجآت عديدة اليوم بهذه المناسبة، عندكم مفاجآت تنتظروها كذلك معنا. واش رأيكم دائما نقولكم لغز اليوم في أول الحصة، هكذاك تقدروا دائما تفكروا معنا يا أخي. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تتحصل عليه؟ إذا لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تتحصل عليه؟ إذن يا أطفال فكروا
لغاية نهاية الحصة، أنتم والأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا أعزائنا إلى غاية نهاية الحصة، ويقدروا يجاوبوا على اللغز بالطريقة التالية عبر الإنترنت. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. برافو. إذن فكروا معي إلى غاية نهاية الحصة الجواب. عرفتوا شوية الجواب عن اللغز ولا صعب شوية؟ صعب ها؟ إذن لازم تفكروا شوية، أنتم شاطرين على بالك تسيبوا يا أخي. واش رأيكم دركا وإحنا نحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة اللي هي المولد النبوي الشريف، نروحوا نتعرفوا عن شخصية اللي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. راح تعرفنا عليه نور الهدى. إذن تصفيق على نور الهدى. تفضلي تفضلي نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. يمتي نحكيكم على محمد رسول الله. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 571 ميلادي بمكة. ولد يتيم الأب وفقد أمه في سن مبكرة، فتربى في كنف جده عبد المطلب، ثم من بعده عمه أبي طالب حيث ترعرع، وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي ثم بالتجارة. تزوج في سن 25 من خديجة بنت خويلد، وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم. كان قبل الإسلام يرفض عبادة الأوثان والممارسات الوثنية التي كانت منتشرة في مكة. نزل عليه الوحي بالنبوة وكان في غار حراء، وأول آية نزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكلف بالرسالة وهو ذو 40 سنة. أمر بالدعوة سرا لثلاث سنوات، ثم أعلنها فأسلم جماعة من العرب فعذبتهم قريش. قضى بعدهن 10 سنوات أخرى في مكة مجاهرا بدعوة أهلها وكل من يرد إليها من التجارة والجحيح غيرهم. هجر إلى المدينة المنورة والمسماة يثرب آنذاك عام 622 ميلادي، وهو في 53 من عمره، بعد أن تأمر عليه سادات قريش ممن عارضوا دعوته وسعوا إلى قتله. فعاش فيها 10 سنين أخرى داعيا إلى الإسلام، وأسس بها نواة الحضارة الإسلامية التي توسعت لاحقا وشملت مكة المكرمة وكل المدن والقبائل العربية، حيث وحد العرب لأول مرة على ديانة توحيدية ودولة موحدة، ودعا لنبذ العنصرية والعصبية القبلية. وبعد أن أكمل نشر دعوته وانتشر الإسلام في جزيرة العرب، توفاه الله في 8 يونيو سنة 632 ميلادي. امتاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، فقد كان بعيدا عن كل ما يشين سمعته سواء في أقواله أو أفعاله، متواضعا عفيفا صادقا أمينا، حتى لقبته قريش بالصادق الأمين. شكرا. برافو 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 نور الهدى. برافو برافو برافو. إذن شكرا نور الهدى. أنا اليوم جبت لكم هدية، هذه الهدية نقول فيها على النبي صلينا. يلا تغنوا معي كامل.
بشرى خير مولود قد أتى ليهدينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي أمينا ربنا العالي الكريم خيره دنيا ودينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي محمد هادي جاء نور إلينا رحمة بالعباد بمكة والمدينة على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي برافو. شكرا 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 شكرا. إذن على النبي صلينا. نرحبوا دركا مع عمو أمين اللي جانا من مدينة سطيف. إذن تصفيق على عمو أمين في ألعاب الخفة. تفضل عمو أمين. We'll be right back.
برافو 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 أمو أمين، برافو برافو. يا أطفال وش رأيكم؟ عمو يزيد راح يحكي لكم قصة القرد ميمون، يلا كمل معايا. يا أطفال عمو يزيد راح يحكي لكم كالمعتاد حكاية القرد ميمون. واحد النهار في واحد الغابة كان واحد القرد، هذاك القرد متمرد ما ياخذش الرأي ليمه، دايما تقول له يا وليدي ما لازمش تقلد الناس، وهو يحب الحيوان اللي يشوفه يحب يقلده يدير كما هو، بالرغم من أنه ربي كل واحد وخلقه بالصفات نتاعو وبالخاصيات نتاعو كامل، ولكن هو دائما يحب يقلد الحيوانات اللي مروا قدامه. واحد النهار كان هكذا في الأشجار يتسلق الأشجار، القردة على بالكم يحبوا يتسلقوا الأشجار، بعد شاف واحد الطائر يطير هكذا يحلق في السماء هكذا، قال كيفاش هو يقدر يطير وانا ما نقدرش نطير، انا ثاني نقدر نطير، وطلع هكذا في الشجره الفوق كامل ورمى روحه هكذا باش يحاول يطير، طاح في الارض هكذا تكسر كامل تكسر. بعد جات يماه تجري قالت له واش بك يا وليدي؟ قال حبيت نطير كيما هذاك الطائر. قالت له لا لا يا وليدي، قلت لك هذاك العام ما تقلدش الحيوانات، ما تقلد حتى واحد. هي قالها صحة صحة خلاص. ومن بعد مرت الأيام وبرم الكسر نتاعو هذاك ونسى انسى. ومن بعد واحد النهار شاف واحد الغزالة، غزالة تجري تجري برشاقة وكامل في الغابة تجري وكامل، قال كيفاش أنا انت هو لأنه هو يتسلق الأشجار، قال كيفاش أنا تاني نقدر نجري كيما الغزالة، وراح يجري موراها يجري كيما الغزالة هذيك يجري 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 يجري. من بعد طاح في فخ الصياد، طاح في فخ الصياد اللي كان دايره للغزالة هذيك، وما سمعش كامل كلام يماه. إذا عمو يزيد نستخلص من الحكاية أنه لا يجب تقليد الآخرين، ويجب أن نحمد الله على النعم التي قدمها لنا. برافو بوبي، برافو برافو برافو. إذا يا أطفال بوبي دايما يجيب لنا حكم تفيدنا في الحياة نتاعنا، لا يجب تقليد الغير، ما لازمش هذاك التقليد الأعمى أنه إنسان أو يدير هكذا أنا تاني روح ندير كما هو، أنه حيوان يطير أنا نحاول نطير. لا لا، ربي سبحانه خلقنا كل واحد بالصفات نتاعو، كل واحد بالخاصيات نتاعو، ولازم نحمد الله على الصفات اللي خلقنا فيها. يا أخي يا أطفال يلا معي. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن دركا راح نروحوا للمفاجأة اللي حضرناها لكم. عمو يزيد حضر لكم مفاجأة اليوم. إذن رايحين إيناس وصابرين يوسيب لكم الحنة، تحبوا الحنة؟ راح نحتفلوا اليوم بالمولد النبوي الشريف بالحنة، عبالي بلي كامل تحبوا ديروا الحنة. إذن أنا راح نستضيفكم هنايا، اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي، والباقي راح تروحوا عن طاطا إيناس وصابرين يوسيب لكم الحنة. إذن تفضلوا، روحي بنتي حكينا النكتة تاعك، تعالي تعالي احكي لنا النكتة تاعك. واسمك بنتي؟ صافيا. وين تسكني صافيا؟ في البيار. في البيار. احكي لنا النكتة تاعك. كانت المعلمة قالت للتلميذ أين تقع بلاد آسيا؟ قال لها في بطن أمي. علاش أختو اسمها آسيا؟ بعد ذلك هو كان بالو أي تهضل على أخته كما كانت في بطن أوكي. الله يبارك الله يبارك، برافو بنتي برافو. روحي ديري الحنة، روحي ديري الحنة. شكون عنده نكتة؟ شكون عنده نكتة؟ تعالي تعالي. واسمك؟ روان. وين تسكني روان؟ في عين تاكورايت. عين تاكورايت شابه فيها البحر. رحتي للبحر هتصيف؟ هاي بصح عليك بنتي، سلمي لنا عليهم كامل كي تروحي. احكي لنا النكته تاعك. هذا واحد طفل عند اخته دائما يقولها هاتي قرعامه هاتي تريكو، هي زعفت قالت له علاش ما تضل تقول لها غير هاتي هاتي ما تقوليش هاكي، من بعد قال لها هاكي تريكو غسلي. برافو برافو بنتي. عندي معلومات. عندك معلومات؟ تفضلي. قوليهم لنا. بما أني أقرأ كتب علمية استخلص من 18 حقائق علمية. الله يبارك. وسميتها فقط هل تعلم؟ يلا. هل
هل تعلم أن الأوراق النقدية التي نتعامل بها يوميا ليست مصنعة من الورق وإنما من القطن؟ برافو. من القطن. هل تعلم أن الكاتشب كان يستخدم في القرن 18 كدواء؟ وهل تعلم أن كمية الحديد في دم الإنسان تساوي حجم مسمار؟ هل تعلم أن مضغ اللبان أثناء تقطيع البصل يمنع الدموع؟ هل تعلم أن الماء الساخن أثقل من الماء البارد؟ هل تعلم أن عدد الدجاج في العالم أكثر من عدد البشر؟ هل تعلم أن الفيل يمكنه شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟ هل تعلم أن الكلب يستطيع أن يسمع دقات الساعة وهو على بعد 40 قدم؟ هل تعلم أن النملة عندما تعطس يغمى عليها؟ هل تعلم أن الأسد يخاف من صوت الديك؟ هل تعلم أن الزرافة تنام 9 دقائق فقط على 3 مراحل؟ هل تعلم أن النسور لا تموت بل تنتحر بسبب المرض؟ هل تعلم أن التمساح يبكي عندما يفرح؟ هل تعلم أن الدولفين يغلق عين واحدة عندما ينام؟ هل تعلم أن الحصان يموت إذا قطع ذيله؟ هل تعلم أن القط أذكى من الكلب؟ هل تعلم أن أطول عمر يمكن أن تعيشه الذبابة هو 14 يوما؟ هل تعلم أن الفيل يبكي عندما يحزن؟ وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات. برافو برافو بنتي، برافو 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 برافو. شكون عنده نكتة يجي يحكيها لنا؟ تعالي. كي دايرة الحنة؟ واسمك بنتي؟ مرام. وين تسكني؟ تسكن في الجزائر. وين في الجزائر؟ في ولاد فايت. في ولاد فايت، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك. قال لك واحد زوج نساء ينساو بزاف، راحوا عند صاحبتهم حطت لهم الكون بلاصة، حطت لهم ماكلة. كي كانوا خارجين الأولى قالت الدوزيام، قالت لها أيه ما حطت لنا والو، والدوزيام قالت لها، قالت لها ولا رحنا عندها. ينساو. برافو برافو. شو اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي تعالي اقعدي بنتي. واسمك؟ ليليا. وين تسكني ليليا؟ دار البيضاء. دار البيضاء. احكي لنا النكته تاعك. جاها خطره، واحد الخطره راح يشري واحد برا، باش قالت لي ما راح شري لي برا، وسميد سميد جابها في ظهره، البرا جابها في برويطة. تعالي بنتي تعالي تعالي اقعدي. واسمك؟ سكينه. وين تسكني؟ في باب الكورد. وين؟ في باب الكورد. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. كان واحد النهار واحد الراجل شرا طوموبيل، وداك كان يسوق بها تحس طفله، جا ليه البوليسي قال له راك تحس طفله، قال له الطفله ماتت وما قالت والو، وانت جاي داخل في روحك. برافو بنتي برافو. درتي الحنة، عجبك الحال عند مو يزيد؟ نعم. الله يبارك. وحي مكانك. تعال تعال تعالى. واسمك وليدي؟ محمد. وين تسكن محمد؟ في الواد فايت. ولاد فايت تاني. احكي لنا النكته تاعك. كاين احد واحد الولد يمشي في لعبه تطبحنش، وبدا كلا وبدا قال له ايه يحنش واش كليتني، الاخر الكورتي، هات الكورتي. خلاص خلصت. يا برافو برافو. شكون اللي عنده نكته؟ اوكي تعال انت، تعال تعال اقعد. واسمك؟ حمزه محمد امجد. حمزه محمد امين. اسمك طويل. حمزه محمد امجد. محمد امجد. وكيفاش يعيطوا لك، حمزه ولا محمد ولا امجد؟ امجد. امجد الله يبارك. وين تسكن امجد؟ وين تسكن؟ في الجزائر. في الجزائر. احكي لنا النكته تاعك. نسيتها. خلاص كي تفكرها روحي. يلا شنو هي بصح؟ واش حبيت تقول لي؟ واش حبيت تقول لي؟ علاش جيت؟ علاش رفعت يدك؟ جواب. الجواب تاع اللغز. ايه. مازال الجواب. دوك انا نجي نقول لكم الجواب. يا اخي تفضل مكانك. مازال شكون اللي تعالي اقعدي. واسمك؟ دعاء. دعاء. وين تسكني دعاء؟ في الحاميس. في الحاميس. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد الخطره واحد الراجل كان بالموطو تاعو، وكان جاي زي الطلوبين، كان هو كان شاعل الضو، هي كان شاعل الضواوي، وهو كان عم بالو موطو منا موطو منا، راح يجري ودخل في هذيك الطلوبين. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو.
دركا لحقنا لواحد الركن انا نحبو، وركن الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل ان تتحصل عليه؟ شكون اسني واسمك بنتي؟ غيزنان. وش هي هذه؟ اللغز هو دراهم. دراهم، سمي يدولك دراهم بعد يعطولك. ماشي هو الجواب. سن العمر. لا لا، وين ارجع لمكانك، قول لي. سن العمر. لا لا ماشي سن العمر. شو عنده الجواب؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل ان تتحصل عليه؟ تعرفوهاش؟ صعيب اللغز. قل لي. السيارة. السيارة تأخذ منك قبل أن تتحصل عليها. أوكي، ماشي هذا هو الجواب. حقوق، حقوق الإنسان. الحقوق، لا لا ماشي الحقوق. شكون اللي عنده الجواب؟ قولي بنتي. العلامة. العلامة تأخذ منك تتحصل عليها. لا لا، تفكير سليم على كل حال، ولكن وش هي؟ النقود. النقود، لا لا، قالوها. صورة. الصورة، برافو. تعال تعال اروح اروح. هي الصورة، الصورة كي صورك تأخذ منك باش تتحصل عليها، يعني تأخذ منك الصورة ومن بعد باش تتحصل عليها. إذا تعال تعال، واسمك؟ زين الدين. زين الدين، شحال في عمرك؟ 8 سنين. 8 سنوات، الله يبارك الله يبارك. حنا كاع الشاطرين اللي سيبوا الجواب عن اللغز، عمو يزيد يعطيهم هدية، يعطيهم هدية، والهدية تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس، وسيدي سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد فيه 22 أغنية تستفاد بهم إن شاء الله. تفضل وليدي. برافو 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 برافو. تفضل تفضل. درك لحقنا الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد آية. أروحي آية تعالي، 8 سنوات. إذن أصدقائنا يروحوا يجيبونا الكاتو تاع آية وحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. برافو برافو برافو. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شالله يرضي لي 100 سنة وتعيش أيامها أفراح، شالله يرضي لي 100 سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهر نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل.
برافو 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 برافو. إذن 8 7 6 5 4 3 2 1 طفي الشمعة. برافو 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 برافو. إذن بنتي اليوم بما أنك من الأطفال اللي اختاريناهم باش يحضروا عيد الميلاد بعد ما جمعتوا 5 قسيمات من علب حليب رامي، إذن ممول الحصة رامي يهدي لك هدية قيمة، هي اون تابلت كيدز راح تستفادي بها. فوالا تفضلي بنتي. فوالا وهكذا رايحين نهديو لك شهادة مشاركة في إنجاح تصوير الحصة. أنتم تاني يا أطفال غير تخرجوا منها رايحين كامل تكون عندكم شهادة لكل واحد تنتظر فيه. يا أخي يا أطفال يلا إذا مرحبا بكم، تفضلي بنتي. إذا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في نهار 3. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.